السلام عليكم. فيلم تيتريس مأخوذ عن قصة حقيقية، بتناول هالفيلم قصة أكثر لعبة مشهورة في نهاية الثمانينات. كمان بتناول قصة هينك روجرز مكتشف هاللعبة واللي خاطر بحياته لحتى ينجح. فيلم تيتريس مصنف كفيلم درامي كوميدي يصلح للمشاهدة العائلية. الفيلم بطولة تيرون إيجرتون بدور هينك روجرز. تيتريس 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 It's the perfect game. جدير بالذكر انه الممثل السنة الماضية اعطانا دور رهيب جدا بمسلسل بلاك بيرد، واللي ما بعرف مسلسل بلاك بيرد يحضره لانه فيه جرعة تمثيل قوية جدا. راح اترك لكم رابط فيديو في قصة مسلسل بلاك بيرد بالوصف. اما الان خلينا نرجع لفيلم تيتريس، والجميل بالفيلم انه فيه رسائل حلوة جدا، مثل الاصرار على النجاح اخرته نجاح، والمخاطرة احيانا ضروري جدا لحتى ننجح. فيلم سريع وممتع ونوعا ما بسيط، لكن في بعض الامور معقدة خاصة الامور السياسية. فيلم تيتريس تم سرده كقصة لكن بشكل سريع، واكثر ما تم الخوض فيه والدخول تفاصيله هي الامور السياسية. زي ما بنشوف انه الامور السياسية كانت معقدة جدا في نهاية الثمانينات، خاصة بالنسبة للاتحاد السوفيتي وروسيا. وهون حبثنا على بطل الممثل تيرون إيجرتون اللي قدر انه يطلعني من ملل بعض الامور السياسية بهالفيلم. Worldwide rights. Nothing gets out easily. I'm gonna go to Moscow. ممتع كمان بالفيلم انه بفرجينا كيف تم صناعة واكتشاف هاي اللعبة الصغيرة اللي كنا لعبناها، لكن بنفس الوقت صعوبة نشرها وصعوبة الحصول على حقوق نشر هاللعبة. فعليا هاللعبة كلنا كبرنا واحنا بنلعبها، اللعبة بسيطة جدا بسيطة جدا، لكن بنشوف تكنولوجيا بنهاية الثمانينات هي عبارة عن بداية ملايين دولارات. تقييمي لفيلم تيتريس هو 7/10، وهيك بكون وصلت لنهاية الفيديو. يا ريت ما تنسوا تترك لايك، ومع السلامة.